السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة تيم دجا. النهارده يا جماعة حلقة جديدة في القناة. يا جماعة دلوقتي الحلقة التامنة من ماستر ليج بالاسماعيلي، يا اما التامنة يا اما السابعة. ودلوقتي يا جماعة عايزين انتوا شايفين التعليقات قدامكم ايه اللي يقول لي اعمل جزء تاني زي ما انتوا شايفين في الحلقة اللي فاتت. طبعا يا جماعة انا هعمل جزء تاني طبعا الموسم التاني زي ما انتوا قلتوا في التعليقات. ادي قدامكم اهو، هندخل على الجدول نشوف. طبعا استنوك على حاجة، اعملوا لايك لقناة القناتين اللي تحت، قناة قناة انا وصاحبي عبد الله ارتيتا وكبو، والقناة قناة الالعاب برضو قناة شاملة يا جماعة الالعاب تحت، والقناة التانية يا جماعة ارتيتا جيمز قناة صاحبي عبد الله. وكده زي ما انتوا شايفين هنعمل سكيب للمباراة دي وهنلعب المباراة دي ودي، وهنعمل سكيب للمباراة دي ودي ودي برضو، يعني هعمل سكيب للمباريات كلها دي. طبعا زي ما انتوا شايفين هنشوف هنلعب المباراة دي ولا لا، وهنكيب خش على اليوم اللي جنب، يعني هنعمل سكيب للكام مباراة دول، هنلعب بس مباراتين دول يا جماعة و هنلعب المباراة دي. ممكن نشوف كده، ممكن نشوف ونلعب وندخل على الموسم التاني. ويلا يا جماعة، طبعا يا جماعة احنا كسبنا النهائي خلاص، النهائي كسبناه يعني مفيهاش اي حاجة، يعني احنا كسبنا النهائي خلاص. نبل سكيب لكل المباريات، نخش كده يا جماعة. الاهلي عايزنا يا جماعة نروح له، اكتبوا لنا تحت في التعليقات يا جماعة نروح له ولا لا، واللي اشوف يعني اللي هيقول لي لا او اللي هيقول له. وطبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين قدامكم اهي دلوقتي، وبرضو هنستنى، يعني انتوا هتقولوا انه ممكن تقولوا لنا، وبرضو هنستنى يا جماعة لما يجينا عروض من فرق اجنبية. ما لناش عروض نروح للاهلي لو انتوا برأيي يا جماعة. ندخل على مباراة الكاميرون زي ما انتوا شايفين، ادي التشكيلة بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين، نغيرها ولا ايه؟ قولنا يا جماعه نعمل تشكيله برضو غير دي لو انتوا عايزينها، يعني اكتبوا لنا تحت في التعليقات التشكيله اللي تناسبنا يعني وكده. طبعا كهربا مش هينزل، يلا يا كهربا نحط مكانه ايه؟ نحط مكانه صلاح حسن، وهو زي ما انتوا شايفين نشوف مين اللي في المنتخب. زي ما انتوا شايفين لعبة يعني مش كتير، يعني لعبة عالية وكده يا جماعة. يلا نخش على طول عادي، عندنا مباراة قدامكم يا جماعة زي ما انتوا شايفين، المباراة الأولى في كأس العالم ضد الكاميرون. زي ما انتوا شايفين طبعا مباراة هتبقى صعبة بين فريق من منتخبين قد بعض برضه. يلا كده دخلنا على المباراة، يلا نشوف. يلا هجمة خطيرة للكاميرون، هجمة خطيرة وي الله، حلوة حلوة، وممكن كان يتصدى ليها الحضري لو ممكن، لكن كانت قريبة جدا يا جماعة 90% كانت ممكن تخش الشباك. لا لا لا، منتخب مصر يا جماعة يعني معرفش هو ينفع، يعني منتخب مصر الصراحة مش منتخب قوي جدا يعني، لأنه منتخب يعني ان شاء الله خلي منتخب مصر يكسب كاس العالم قد ما انا اقدر. كوره صلاح يمشي صلاح الكوره، يجري صلاح يلاقي صلاح، يعدي صلاح، يمسك صلاح ويشوط صلاح لكن ما توصلش. النني يبصيها ولا ايه؟ لكن ما توصلش. الله الله على المراوغه يا ابني. او يلا صلاح، كوكا كوكا حلوه، كوكا جميله، كوكا لصلاح وصلاح، لكن تصدي اجمل من الحارس. ويلا صلاح هيشوطها ولا ايه؟ ولا انا في الاول يا جماعه المنتخب مصر ضد الكاميرون. الله الله عليك يا صلاح، والله على كوكا، الله الله، تعال نشوف الهدف يا جماعه. زي ما انتوا شايفين شوفوا حلوة قوي من كوكا الصراحة، ويشوطها ولا اجمل وتصدي واجمل من الحارس، لكن كوكا كمل عليها بالراس وحلوة من صلاح. عدي كوكا ولا ايه؟ لكن هنا كوكا، كوكا يعدي، كوكا يراوغ، يلا يلا حلو حلو حلوة ولا ايه؟ يلا بقى يلا، فين يا راجل؟ مين اللي شاطها ده؟
مين اللي شاطر؟ مش مهم نعرف مين اللي شاطر، اكيد ممكن يكون النني او حد تاني. دفاع في المكان الكرة، استدمت الكرة بالعارضة. ليه كده يا نني؟ ممكن نجيبها. شوف يا جماعة ممكن نجيبها، يعني النني الصراحة انا معرفش مين اللي شاطر ده، بس هو كانت نفسي تيجي مين ده معرفش يا جماعة. تعال نشوف كده، انا مستغرب ازاي ما جاتش دي. شوفوا طبعا يا جماعة انا بدل شوفوا يعني ما جاتش ازاي دي، انا قلت الحارس طلع بره شوط، لكن الصراحة ارفع عيال والكوكا حلوة، لكن ما تروحش الشباك، كانت ممكن تخترق الشباك يا كوكا. حلوة يا كوكا، ممكن كانت تروح الشباك. منتخب مصر بقى داخل على منتخب الكاميرون كبير تاني، والشوط يا راجل بقى مش عايزة تيجي ليه؟ من بعيد مش عايزة تيجي، وراي مش عايزة تيجي. يلا 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 عربية صلاح محسن يا جماعة كان يسجل هدفا، لكن الكورة ما تروحش خلاص، وتصدي وأأمن من الحارس. يلا نروح على الشوط. لا 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 منتخب الكاميرون كان عامل خطأ كبير، كان ممكن يسجل هدف التعادل، لكن لا يا جماعة توقعوا كده يا جماعة. لو كان الكورة اللي احنا شطناها دي من بعيد كانت جت، كان هيبقى كسبانين. لا خطأ يا لديه فرصة جيدة، خطأ مني اسف. ان شاء الله نحاول نجيب هدف او هدف نستفيد منها. يلا يلا ممكن نستفيد. يلا ويلعب الرأسية وهدف يا جماعة، يعني هدف الصراحة دخل وخلاص كده. ما اعرفش افتكرت دخلت ولا ايه. يلا نشوف الاعادة. شوف احمد فتحي رفعها وحلوة اوي بالراس من صلاح محسن تدخل الكورة تاني. احسن احنا خدنا 3 نقاط احسن وكده يا جماعة كسبنا اول 3 نقاط. يلا نخش على المباراة التانية. دي تعالى نشوف انت تديني عشان الصراحة نسيت. الله الله الحمد لله معرفش ليه تصفيات دي يا جماعة، يعني مش هادف مالي ولا معرفش منتخب مالي صح. طبعا يا جماعة الدفاع عندنا بايظ خالص. عندها بايظ كهربا كده شكله مش عايز يلعب اصلا. كهربا تحس ان هو مش عايز يلعب في كاس العالم التصفيات يعني، بس ان شاء الله يلعب في ربع النهائي كده. يعني ان شاء الله احاول اصلا منتخب مصر في كاس العالم، نفسي في الحقيقه يعني توصل لكاس العالم وتكسبه. بس صلاح عادي صلاح شوطها صلاح يلا يا صلاح ممكن كانت تدخل الشباك، لكن الشبكة تقول له لا. يلا يلا صلاح صلاح معاه الكرة، صلاح يرفعها صلاح بكوكا ولا راحت لله الى القائم البعيد. محاولة جيدة لكن لا تفلت هدف. شوفوا يا جماعة جارية حلوة من صلاح لكن ما كملتش الصراحة، يعني شوفوا كانت ممكن توصل، لكن حلوة حلوة يا صلاح حلوة ومروان صلاح ولا محسن صلاح. عبدالله السعيد عبدالله السعيد خبطت في الدفاع، لكن الحكم يقول لا مش لا مش هدف مش هدف عكسي. يقول شوف عبدالله السعيد ارتو ولا احلى من عبدالله السعيد. الله والهدف الاول لصالح منتخب مصر. يلا نشوف هيحصل ايه مباريات. يا كده انت خلص الشوط الاول، يلا نروح على الشوط الثاني. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل الى التسجيل قبل نهاية الشوط الاول. حلوة صلاح حلوة صلاح حلوة صلاح صلاح هيراوغ ولا ايه؟ صلاح هيعدي صلاح هيراوغ صلاح هيعدي
يلا كرة من صلاح ويا احلى ومشاهدة مزيد من الاهداف. صلاح بحث لكوكا جميلة قوي، رفع يلا يا صلاح الهدف الثاني، صلاح يتألق في الكرة. الله بتاع حلوة صلاح، حلوة كوكا، حلوة كوكا، الله حلوة يا محسن. الله الهدف الأول، وان تو عالمي وان تو ذهبي، الله على التلاتة، هجوم خارق هجوم عالمي. صلاح صلاح محسن محمد صلاح كوكا، الله شوف صلاح قطعها بمهارة، رفعها صلاح بمهارة حلوة من كوكا المحسن، ولمسة وتخبط في الدفاع وتدخل. ويا جماعة الكورة تخبط في 100 لاعب وتدخل بالحقها، ناخد سادس النقاط تلاتة. وتعالى نشوف يا جماعة المباراة اللي هي الأخيرة في الموسم هنلعبها ولا إيه؟ نطلع الخطة نشوف بس اللعيبة دي، لو هنشوفها لو هنلعب نشوف ممكن نلعبها ممكن لا. يلا يا جماعة جالي عرضين كمان، هجدد عرضي مع الزمالك اروح اسمها دي سموحة. انتوا شايفين ايه يا جماعة؟ اكتبولنا تحت في التعليقات نجدد ولا لا، واللي هتقولنا عليه اعمله. بس برضو هستنى اشوف كده، احاول ادرب نحاول ندرب كده. تعال نشوف الخطة الاول. احاول ادرب باريس زي ما انتوا شايفين قدامك اهي. باريس يلا، لا يا جماعة مش هلعبها، يعني هعمل لها سكيب وكده كده ممكن نكسبها. يلا نروح نشوف، وكسبنا 4-1 بكل سهولة، ما كانش لها لازمة العبها. يلا نروح على الموسم، هنروح احسن لاعب في افريقيا السنة دي. يلا نروح نشوف هيحصل ايه. مين؟ عبد الله السعيد صح؟ لا وليد ازارو معانا، لاعب احسن لاعب في افريقيا يا جماعة. بس باريس انجير يا جماعة، باريس وافقوا يا جماعة، يعني قلنا نروح اني نادي من الاربعة دول. لا خمسة كمان، طلائع الجيش طلب، قلنا نروح اني واحد من دول. يا ريت تقولولنا يا جماعة، لاما الاقل اما باريس او اي فرق من دول. بس يلا نشوف هتكتبوا ايه. احنا مش هنروح كده، احنا يا جماعة قفلنا الحلقة كده معلش، هي الحلقة طبعا صغيرة، افضل لاعب في العالم نيمار، طبعا هي حلقة صغيرة بس اسف طبعا كده. انا هوقف عشان كده هندخل على اول مباراة في الموسم، واحنا مش عايزين ندخل على اول مباراة في الموسم ونلعب اول مباراة في الموسم، لا احنا عايزين ندخل على اول مباراة في الموسم مع الفرق الجديدة. او قلنا نجدد عقدنا لو عايزين نجدد طبعا العقد، قلنا يعني براحتكم زي ما انتوا عايزين يعني. قلنا يلا وكده تكون انتهت حلقتنا، وردوا علينا باسرع وقت يا جماعة.